عرض عليه راتب ضخم ورونالدو يدعم الفكرة. النصر السعودي يسعى للتعاقد مع زيدان. السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الكرام في كل مكان، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. ظهر اسم الفرنسي زين الدين زيدان على طاولة نادي النصر السعودي من أجل خلافة مواطنه رودي غارسيا على مقعد المدير الفني للتدريب العالمي. وكانت إدارة النصر أعلنت يوم 13 إبريل نيسان 2023 إقالة غارسيا من منصبه، وتمنت للمدرب الفرنسي التوفيق في مسيرته المهنية. ومنذ ذلك الوقت تبحث إدارة النصر عن اسم مرموق، فيما أوكلت مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت للكرواتي دينيكو إليشيتش. النصر السعودي يسعى للتعاقد مع زيدان. فجرت شبكة سي بي اس سبورت الأمريكية مفاجأة مدوية حين ذكرت أن النصر السعودي يخطط للتعاقد مع زيدان، الذي سبق له خوض تجربتين تدريبيتين وكانتا مع فريق واحد وهو ريال مدريد. وأبدت إدارة النصر جاهزيتها لمنح زيدان راتبا خياليا يقترب من 240 مليون يورو تدفع للمدرب الفرنسي على موسمين. وأكدت الشبكة الأمريكية أن إدارة النصر تسعى من وراء هذه الخطوة إلى لم شمل زيدان مع البرتغالي كريستيانو رونالدو اللذين عملا سويا في ريال مدريد. وأضافت أن التعاقد مع زيدان لو تم سيكون خطوة أخرى في إطار جذب الأسماء اللامعة والكبيرة إلى كرة القدم السعودية بعد وصول كريستيانو في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة. وتقول سي بي اس سبورت، منذ انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في بداية 2023 حظي دوري روشن السعودي باهتمام أكثر من أي وقت مضى. وأضافت، مع طموحه لتوسيع مكانة الدوري السعودي عالميا يهدف النصر للتعاقد مع مدرب كبير جنبا إلى جنب مع أكبر هداف دولي كريستيانو رونالدو صاحب 122 هدف مع منتخب البرتغال. وأوضحت الشبكة، قدم النصر عرضا شفهيا أوليا لزيدان بدعم من كريستيانو رونالدو الذي يشارك المفاوضات. زيدان اعترف برغبته في العودة للتدريب. واعترف زيدان يوم 16 من فبراير شباط 2023 برغبته في العودة إلى التدريب، وذلك في يوم تعيينه سفيرا لفريق إلبين أوف وان الذي ينافس في سباقات الفورمولا 1 والمملوك لشركة زينو الفرنسية الشهيرة. وقال زيزو، الآن لدي وقت لألبين لكنني لا أعرف إلى متى، ما أعلمه هو أني أريد العودة إلى التدريب مرة أخرى. وزاد، ربما سيكون لدي وقت حتى يونيو حزيران المقبل، لكن الأمور يمكن أن تسير بسرعة كبيرة وتظل العودة إلى التدريب هي رغبتي. وتأتي أخبار ارتباط اسم زيدان بالنصر بعد أيام قليلة من معلومات مماثلة لكنها تحدثت عن إمكانية تسليم البرتغالي جوزي مورينيو تدريب العالمي. وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن النصر قدم عرضا ماليا مذهلا لسبيشل وان من أجل إغرائه بقبول المهمة تضمن منح البرتغالي راتبا ب100 مليون يورو موزعة على موسمين.